وتضييع التحرر العربي من النظم الرجائيه والنظم الفاشله وما الى ذلك، وانه يعني كان النموذج هو النموذج الميليشياتي هنا اصبح هو النموذج المقدس عند قطاعات عربيه واسعه، وطبعا بصرف النظر خالص عن ادراك امكانيه ان هي فعلا الميليشيات دي تعمل ده في مواجهه دوله زي اسرائيل ولا لا، ولكن في النهايه كانت هي اللي بتمارس عمل مسلح. طبعا حرب 73 كانت استثناء في هذا الموضوع، لان مصر وسوريا خاضوا حرب ضد اسرائيل وحققوا بالذات مصر بعض النجاحات، يعني نجاح لا باس به خالص، لانه في النهايه يعني وان كان لم يكن يعني نصرا كاملا، ولكن اسرائيل بالمساعده الامريكيه استطاعت ان هي تبني قوتها ثاني وتعمل الثغره والى اخر كل التفاصيل العسكريه دي، ولكن في النهايه تحطمت نظريه الامن الاسرائيلي بانه الاحتفاظ بسيناء هو الطريقه التي تسمح لاسرائيل بالعيش في سلام، وده اللي وصل في النهايه الى اتفاقيه السلام. جدير بالذكر هنا بالنسبه لمصر ان مصر كانت دخلت حرب 67 تحت يعني بطريقه برضه شبه ميليشياتيه، مش ميليشياتيه يعني، طبعا ده جيش مصري اللي دخل واتهزم بسرعه جدا، ولكن كان في ضغط من الميليشيا من الميليشيات الفلسطينيه على او من القوى الفلسطينيه على سوريا، وسوريا ضغطت على مصر واتهم عبد الناصر بانه مش عايز يساند سوريا في مواجهه التهديد الاسرائيلي اللي طلع انه مش حقيقي، ما كانش فيه حشود اسرائيليه وقتها على سوريا، وان هو سايب السفن الاسرائيليه تعدي في مضيق العقبه، لان ده كان شرط الانسحاب الاسرائيلي سنه 57 بعد عدوان 56، وان هو بالتالي يعني بيبيع امال العرب، ويعني فربما اظن ده كان احد الدوافع الاساسيه اللي ادت لحرب 67. ومن ساعتها مصر خدت من نظام الواقعيه السياسيه زي ما اتكلمنا قبل كده. فالفكره بتاعت الابتزاز عن طريق انه الاتهام بخيانة القضية وما إلى ذلك تجاوزتها الدولة المصرية بعد 67، وإن كانت فضلت يعني فكرة الخوف من إسرائيل أو العداء لإسرائيل فضلت أيديولوجيا شعبية وبمساندة الدولة المصرية الحقيقة يعني حتى بعد السلام، خصوصا في عهد مبارك يعني. المهم إنه بالنسبة للميليشيات انتهت الميليشيا فتح بالفشل، ولم يعد امامها طريق الا الطريق السياسي، والطريق السياسي ما كانش هيفتح لها لمجرد ان هي ما عادتش بتهدد اسرائيل، لان اسرائيل ما هياش دوله طيوبه ولطيفه، فلو ما حدش يعني هيتعرض لها بالهجوم هتقول لك ماشي خدوا حته ارض يعني. انما اللي حصل ان قامت انتفاضه الفلسطينيه الاولى سنه 87 في اراضي الضفه، واظن انتشرت الى غزه، وكانت في يعني هذه مقاومه طالعه من السكان العرب نفسهم، مقاومه شعبيه، وهؤلاء الناس اعلنوا ان هم مش مواليين للملك حسين، اللي هو يعني مش عايزين يرجعوا للاردن، ولكن هم ولائهم لمنظمه تحرير فلسطينيه. فمنظمه تحرير فلسطينيه اصبح ليها ثقل سياسي داخل الاراضي اللي محتلها اسرائيل بقيام هذه الانتفاضه، وهو ما ادى بعد كده الى مفاوضات السلام وصولا الى اوسلو، واصبح ليها مرتكز في وسط الفلسطينيين اللي قاعدين في فلسطين نفسها، بعد ما هي ابتدت من زي ما قلنا من فلسطيني الشتات اللي موجودين في دول مختلفة، ولكن ومن الجيتوهات يعني، او اللي هي ما اعرفش اسمها ايه، اللي هي المخيمات، هي زي الجيتوهات برضه يعني. فالمخيمات الفلسطينية اللي موجودة في الدول العربية دي بقت راسخة في الارض ودخلت في ذلك، ولكن برضه يعني الموضوع ما مشيش بشكل جيد. لا اسرائيل كانت عايزة تكمل الحل النهائي، وفي نفس الوقت حصلت الانتفاضة الفلسطينية الثانية اللي كانت مسلحة بقيادة ياسر عرفات، وده طبعا كل الحاجات دي افسدت الموضوع. هنا بقى ظهر دور حماس. حماس طبعا كانت حماس لم تنشأ كميليشيا، وانما هي نشأت في قطاع غزة كامتداد لحركة الاخوان المسلمين. حركة الاخوان المسلمين موجودة منذ الثلاثينات في فلسطين، ولكن ما كانتش قوة اساسية، واستمرت في أشكال وأسامي مختلفة في غزة إلى أن أتى الشيخ أحمد ياسين وحولها إلى يعني مسألة النضال الوطني الفلسطيني من أجل التخلص من الاحتلال الإسرائيلي. ولكن هنا كان في حاجة جديدة، يعني منظمة تحرير فلسطينية رغم أن هي اتكلمت عن استقلالها عن الدول العربية أو حول الدول المنفشلة، إلا أنها كمان في الميثاق الوطني بتاعها لم تكن تطالب بالتخلص من إسرائيل، وإنما رفعت شعار دولة واحدة لليهود والعرب في فلسطين. حتى ده أثار يعني اعتراض بعض الفلسطينيين اللي هم أو حتى العرب اللي كانوا شايفين لابد من التخلص من إسرائيل نهائيا، يعني كمهاجرين مش بس كدولة
كدولة صهيونية. فهم قالوا ضد الصهيونية، ضد الدولة الصهيونية، ولكن ليسوا ضد اليهود المقيمين في فلسطين. فكانوا يعني الفكرة بتاعتهم كانت فكرة قومية وكانت نزاعة إلى الاستيعاب برغم حتى العمليات الإرهابية اللي عملت. طبعا في عمليات إرهابية كتير عملتها منظمة تحرير فلسطينية، ولكن يعني جزء كبير منها كان بيقوم بيها جماعة مخصوصة اسمها جماعة أيلول الأسود. أيلول الأسود طبعا نسبة لأحداث سبتمبر اللي هي هجوم الجيش الأردني على المعسكرات المسلحة الفلسطينية داخل الأردن في شهر أيلول اللي هو سبتمبر، فبقى اسمه أيلول الأسود. وهي دي اللي عملت حاجات كتير يعني أساءت لسمعة المقاومة الفلسطينية أو حركة التحرير الفلسطينية اللي هي بقيادة فتح الحركة المسلحة، لأنها بما في ذلك مثلا أحداث ميونخ لما دخلوا ميونخ واحتجزوا عدد كبير من الرياضيين الإسرائيليين في الأولمبياد العالمي اللي كان في ميونخ في تلك الفترة، وفي عملية التحرير سقط منهم ناس كتير وسقط أيضا عدد من المهاجمين واتقبض على الباقي، وإسرائيل صفتهم تباعا فيما بعد على مدى 20 سنة ولا حاجة. المهم انه يعني وخطف الطيارات وما الى ذلك، فبشكل ما اوقفت بقى منظمه التحرير هذا الفرع من النشاط، وقتل وصفي التل في القاهره اللي هو كان رئيس وزراء الاردن، وعمل تانية كتير يعني. ولكن كانت يعني الحاجات دي كانت بتقابل بتسامح في الدول العربيه، يعني مثلا الفلسطينيين اللي قتلوا وصفي التل قعدوا شويه في مصر وبعدين خرجوا، اتحبسوا شويه وبعدين خرجوا وخلاص، يعني ما يعني ارتكبوا جريمه قتل مع صف الاسر والتنصب ولكن ما خدوش الاحكام اللي هي خاصه بالكلام. فالحساسيه القضيه الفلسطينيه ادت الى ايجاد مشروعيه ما للميليشيات بهذا الشكل. حماس بقى بتختلف، هي حماس عقائديه، يعني حماس يعني مش ميليشيا تحرر وطني، وانما هي ميليشيا يعني دينيه، يعني هي جزء من حركة الإخوان المسلمين بما فيها بقى مثلا الأسرة إقامة الفرد المسلم والأسرة المؤمنة والمجتمع المسلم والدولة المسلمة ثم أستاذية العالم، يعني مشروع يعني ملوش حدود ومش مرتبط بأرض معينة. والتركيز من هنا بقى على القدس وعلى المسجد الأقصى وكذائب الأقصى والعملية الأخيرة بتاعت اللي برضه اسمها الأقصى، فالموضوع أخذ شكل جديد. طبعا قبل كده كان برضه يعني الحكايه دي ليها سوابق في العصر الحديث، يعني احنا هنلاقي مثلا في حركات شيوعيه في الفتره اللي هي بتاعه الستينات كان في عمليات حرب عصابات كده اتكونت على اساس عقائدي شيوعي. هنلاقي مثلا الجيش الاحمر الياباني، هنلاقي مجموعه بادل ماينهوف في المانيا، هنلاقي برضو جماعات في ايطاليا، وطبعا العمده بتاع كل الكلام ده هو الجيفاريه اللي هو نضال شي جيفارا من اجل تحرير كوبا او يعني تخلص من النظام الحاكم في كوبا الموالي للولايات المتحده، وبعد كده محاوله نقل الثورات الى بلاد ثانيه في امريكا اللاتينيه الى ان قتل في حرب العصابات دي. هو ما كانش مسميها ميليشيا، كان مسميها حرب العصابات، وكانت الفكره بتاعتها هي فكره انه تمكين الشعوب من ان هي وتخلص من القوى الرجعية التي تستنزفها وتستغلها وتتابع للولايات المتحدة الأمريكية، لأن يعني كل منطقة أمريكا اللاتينية دي كانت تسمى الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية، لا تسمح به فيها النظم، وعشان كده كوبا فضلت متحصرة 50 سنة رغم أن النظام استقر ونجح وما إلى ذلك. المهم أنه إيه، الجيفارية كانت شعار المرحلة، ويمكن في الإطار ده ظهرت منظمة التحرير الفلسطينية برضو، رغم أن ليها يعني بوادر تشكيل من الخمسينات، يعني فتح تشكل من أواخر الخمسينات، ولكن يعني في الإطار الكفاح المسلح ده كان إطار يساري عالمي في تلك الفترة، وعشان كده في كتير من اليساريين في مناطق مختلفة في البلاد العربية أيدوا منظمة فتح. لكن حماس كانت مختلفة، لأن حماس ما بتنطلقش من أيديولوجيا عالمية، هي بتنطلق من أيديولوجيا إسلامية، يعني بمعنى أنها خاصة بشعوب معينة ومقدسات معينة وعقيدة معينة، لا يسود ولا يسود عليها، والارض الفلسطين زي ما قيل، وده شعار قديم على فكره ما اخترعتوش حماس، ان فلسطين وقف اسلامي لا يجوز التصرف فيه. ويعني طبعا يعني هي مساله شعاراتيه بس تدل على الاتجاه، لان الاوقاف كانت بتتحل عادي وبتتصادر وتتكون تاني وهكذا. ليس صحيحا ان ما كان يتم وقفه على مدى التاريخ الاسلامي كان يظل موجودا على مدى مثلا 14 قرن، غير صحيح. تيجي دولة جديدة بتحل الأوقاف وبتعمل هي أوقاف جديدة أو بتستبقي بعضها أو هكذا، وإلا كانت كل أرض الإمبراطوريات الإسلامية تحولت لأوقاف، وبالتالي ما يحصلش منها السلطان الحاكم
او الدوله الحاكمه على اي حاجه، لان الاوقاف مخصصه لما يتم الانفاق عليه، مسجد مثلا، الحج، التعليم الى اخره يعني، ف على سبيل الميه، على مش عارف ايه وهكذا. فالاوقاف لا بتتحل عادي خالص، مفيش مشكله يعني. ولكن الفكره انه وقف السلام معنى انها يعني الحق بين الوقف ده شيء مقدس يعني، لا يمكن التصرف فيه ولا 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 حد يعني. المساله بتوصل انه يعني حسب كلام حماس نفسها لا يحق للفلسطينيين نفسهم التصرف. يعني لو اجتمع الشعب الفلسطيني وقرر انه يهدي فلسطين مثلا صهيونيه، ده مش هيحصل طبعا، بس لو افترضنا جدلا ان حصل هذا الاجتماع وقرروا هذا القرار، هذا القرار باطل، لانه الشعب الفلسطيني ليس له سياده على ارضه، لان السياده لله وحده، ودي وقف اسلامي لا يجوز تصرف فيه، ولا حتى الشعب الفلسطيني يملك حق التصرف فيه. وبالمنطق ده يعني ممكن اعتبار انه يعني سلوك منظمه فتح لما قبلت اوسلو وما الى ذلك يعني لا يعبر عن يعني هي تصرفت فيما لا تملك. منطق الخلافه يعني. منطق الخلافه يعني دي ارض اسلاميه وهكذا. وده بيخلي ان يعني ده بيخلي في مشاكل كتير يعني. يعني منظمه فتح كانت اكثر حساسيه لما هو مقبول دوليا وما هو غير مقبول دوليا، وعشان كده يعني كان في منظمه مخصوصه اسمها ايلول الاسود بتقوم بالحاجات، لكن مش فتح نفسها اللي بتخطف الطياره، حاجات كده يعني. وبعد كده تم ايقاف الموضوع ده كله. ولكن لا، بالنسبه للبتاع هو في كل بقى الافكار حول المؤامره اليهوديه العالميه وسيطره اليهود على العالم ويعني وكل الكلام ده، ففي درجه من فكره انه هؤلاء الناس يستبيحون ونحن نحن يحق لنا ان احنا نستبيحهم، وبالتالي ما فيش حاجه اسمها عمل إرهابي ضد إسرائيل، لأنه أي عمل ضد إسرائيل مشروع. كل إن هم يقولوا مثلا أصل المستوطنين دول يعتبروا كأنهم محاربين مش عارف إيه، دي ده خطاب موجه للخارج، موجه محاولة تبرير الموضوع من وجهة نظر حقوق الإنسان، يعني حق المقاومة فيشمل برضو لا. الآن انتشر خطاب يقول بأن المحتل لا حق له بالدفاع عن النفس، لان الاسرائيلي هو لا حق شرعي له، صحيح يدافع عن نفسه ولكن ده غير مشروع. لفكره نحن زي بالظبط ما افرض مثلا حركه التحرير اليونانيه ضد الدوله العثمانيه، هي شايفه نفسها صاحبه حق لانها بتحرر ارضها، اما ما تقوم به الدوله العثمانيه فغير مشروع لان دي قوه محتله. فهي ده المنطق بتاع المساله، هي صحيح هذا منتشر ولكن هذه الحرب هي مجرد اعتداء يخلو من اي اساس من المشروعيه. فدي الفكره بتاعت الموضوع. ولكن يعني ما فيش فكره ان مراعاه حتى يعني احكام الحرب، فمن هنا جت المشكله. المشكله هنا مش بتتوقف عندنا احنا، مشكلتنا دلوقتي مش مساله سلوك حماس في يوم 7 اكتوبر، لا احنا بنتكلم عن علاقه الميليشيات بالمنظمات. الميليشيات هنا بالدول ولا ايه، هنا بسبب تحول الفكر بتاع المنطقة بسبب الصحوة الإسلامية، إن أصبح الوعي الإسلامي هو السائد مش الوعي القومي العربي، فكرة تحرير الأرض وممكن التفاهم مع اليهود ونعمل دولة عربية واحدة مثلا الفلسطينيين والإسرائيليين زي ما كان بيقول الميثاق بتاع منظمة فتح. لا، ده احنا هنا بنتكلم حوالين تحرير أرض الإسلام من المعتدين عليها، وهنا بقى أصبح الخطاب ده له شعبية، وأصبح في مشروعية يعني عند من يتابعون هذا الخطاب إن من حق الميليشيات أنها تجر الدول إلى الحرب. يعني وهذا نعرض في الوقت الذي تريده، وعلى الدول العربية أن تتدخل. أنا أريد أتدخل الآن. يعني أنا أريد أقول بأنه هذا سبب. أنا أكمل بس الفكرة وبعدين. نعم أوكي. يعني الرابط تخلص يعني مش كتير. نعم أوكي. فهي المشكله هنا انه الـ 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 الاطار دون بيخلي انه الميليشيا يعني عوده ثانيه لفكره ان الميليشيات يجب ان تقود الدول، ده اللي تخلت عنه مصر زي ما قلنا من بعد حرب 67، وسوريا برضو لم تسمح بحركه الميليشيات من داخلها. وفي اصبح في نوع من ان تحالف الميليشيات بقياده ايران له ان يحارب او لا يحارب حسب ظروفه، يعني ما حدش بيلوم نصر الله انه ما دخلش حرب الا لما بنرد عليه بوجهه نظر الدول، نقول له طب ما انت نصر الله ما دخلتش الحرب. لكن هو اساس الموضوع يعني الناس اللي هي بتؤيد حماس بلا قيد او شرط وبتقول انه من حق يجب على الدول العربيه ان هي تخش وتندرج في المعركه او تقطع العلاقات مع اسرائيل او تواجه سياسه عموما بما يناسب ما الاحداث اللي بتحصل في فلسطين بعد الهجمه بتاعت حماس. أنا في تقديري حماس كان من حقها إنها تعمل العملية اللي عملتها، والعملية دي ليها بعض الجوانب الإيجابية، وإن هي كانت عمل جريء ومخطط جيدا، ولكن
في الاخر زي ما نصر الله قال ان هم عملوا ده لوحدهم ما استشاروش حد، فنصر الله قال انا مش هدخل علشان خاطر يعني ما فيش بقى وحده الجبهات ولا الكلام ده. فمن باب اولى بقى الدول اللي هي داخله فيها علاقات مع اسرائيل او انها انتزعت ارضها من خلال السلام مع اسرائيل من باب اولى زي مصر او الاردن، مش عايزه بالتاكيد ان هي تفسد كل ما عملته ودفعت فيه ثمن غالي بانها تروح تنجر ورا حماس وتتدخل او تقطع العلاقات وتخش في مشاكل كبيره وهكذا. ولكن هنا المشكله بتاعت الميليشيات بالنسبه للحركه الاسلاميه، ودي اخر نقطه، انها علاقه الميليشيا بالفكره الاسلاميه علاقه عميقه. ليه؟ لان الفكره الاسلاميه ما بتتكلمش عن وطن، يعني ما بتتكلمش عن شعب بيتم تمثيله من اجل تحريره ايا كان، ولا حتى الشعب الفلسطيني من اجل تحريره، وانما هي بتتكلم عن مبدا فكره، والفكره دي مجسده في التنظيم، سواء التنظيم ده اسمه الاخوان المسلمين او في الخلافه اللي انشاها الاخ البغدادي ابو بكر البغدادي اللي هي داعش او القاعده او غيرها. هم دول اللي بيتجسد فيهم الاراده الالهيه، لان الاراده الالهيه تطلب العمل بهذه الطريقه، وهؤلاء هم الناس الاوفياء الذين ينفذون اراده الله. وبالتالي فهم عشان كده حماس ما بتتكلمش حول ان هي بتمثل الشعب الفلسطيني، وما بتقولش انه يعني في تصريح شهير للراجل اللي هو بتاع رئيس المكتب السياسي بتاعهم اسمه طارق الدماري، استشهدت بيه لسه قريب، مش فاكر، الزهار اللي هو اللي قال انه بالنسبه لموضوع سكان غزه فدول 70% منهم لاجئين، مش ابو مرزوق دول لاجئين لانهم جايين من مناطق ثانيه في فلسطين ودخلوا غزه، وبعدين دول مسؤوليه حمايتهم مسؤوليه الامم المتحده والدوله المحتله اللي هي اسرائيل، لكن مش مسؤوليتنا احنا، فاحنا قاعدين في الانفاق اللي عاملنا دي لحمايه المقاتلين. فهنا ليه الفصل ده جاي منين؟ جاي من الفكره الاسلاميه نفسها، هم تجسيد للاراده الالهيه مش تجسيد لسكان غزه، هم مش قاده سكان غزه، هم القوه صاحبه الحق الالهي، والاخرين دول يعني المفروض ان هم ينضموا ليهم او مش قادرين ينضموا ليهم او مش هتقدر تضمهم اصلا، مش هتقدر تسلح كل دول اساسا. فدول يعني خلاص يعني هم يعني متروكين لمصيرهم وليسوا مسؤوليه. قبل ايضا الزهار ده يختلف تماما عن فتح، يعني فتح كانت حركه وطنيه بتتكلم باسم الشعب الفلسطيني، اما حماس وغيره. وبعدين الميليشيات دي مش بس في حاله حماس، يعني هتشوف الميليشيات دي في عصائب الحق، في الميليشيات العراقيه، في السنيه والشيعيه، وفي اسمه ايه دول، في الميليشيات المختلفه اللي بتتحارب في اليمن، ميليشيا الحوثي اللي هي رفع شعار الموت لاسرائيل والموت لامريكا، هتحارب امريكا فيما يبدو، ما اعرفش يعني. ف وغيرها من الميليشيات، واصبحت عندنا دوله في المنطقه بتقود الميليشيات. يعني المنطقه دي يعني حصل زي ما في صدام ما بين فكره الدوله وفكره الميليشيا، لان الميليشيا زي بتاعت حماس عايزه تفكك الدول نفسها، عايزه شعوب نفسها تصور على حكامها علشان الدول دي تخش في الحرب مع حماس. لا مش بس كده، ده هو انت احنا عندنا هنا فكره الميليشياتيه عميقه، فموجوده في بقاع كتير جدا من المنطقه، وكل واصبح كتير منها طابع ديني، وبتعتبر نفسها ان هي بتمثل إرادة إلهية، وأصبح بعضها تابع للدول. يعني مثلا الميليشيا اللي هي يعني موضوع مثلا اللي هو اللي حصل في أفغانستان، قامت ميليشيات إسلامية بقيادة أمريكا بالتحالف ما بين مصر والسعودية، وعشان إجلاء السوفييت عن أفغانستان، ده كان مثلا علاقة ما بين دول وميليشيات. إيران النهاردة بتقود مجموعة من الميليشيات، ولكن في ميليشيات تابعة ليها مباشرة اللي هي الميليشيات الشيعية، لأن دي فكرة دينية، فعشان كده نصر الله هيحارب او ما يحاربش بطلب من ايران. دي الفكره، يعني ايران مش عايزه تصعد، فحزب الله بيعتمد الطريقه التكتيكيه اللي قال عليها، لانه هو قال الكلام ده، انا مش يعني مش تحليل مني، هو قال ان هو يعني الحرب والحاجات دي قرارات بتاخدها ايران. فايران هي اللي اصبحت بتقود الميليشيات. ففي فرق ما بين ميليشيات تابعه لدول تستخدم كاداه لدول نشر نفوذها بناء على عقيدة مشتركة، وفي زي حماس بتعتمد على إيران برضو، ولكن ليها حساباتها الخاصة، هي ما هياش عميل عند إيران، لكن هي أو ما هياش تابعة نفسها أنها بتتلقى الأوامر والتعليمات من إيران، ولكن في نوع من التعاون، الخدمة المتبادلة، أشياء من هذا القبيل. وده شفنا الموضوع بينتشر والسودان وكل حتة يعني. فالميليشياتية أصبحت خطر كبير جدا، أنها بتفتت الدول من الداخل،
زي حالة ليبيا والسودان، أو إن هي بتحاول إنها تفكك الدول من خارجها زي مثلا مطالبات حماس ونصر الله بأن الدول المفروض تتخذ السياسات الفلانية والعلانية، يعني كما لو كان يعني إيه عايز يقودها من الخارج. فيعني ده مدخل كده طبعا يعني مش وافي خالص، ولكن يعني لا لا تقدمت أساسية. لا لا قدمت خلال ساعة كاملة شرح يعني سرد تاريخي ممتاز جدا، وبالتأكيد فيه تفاصيل لا تحصى، لأن هذا عمر يعني تناولت حقبة على مدى 100 عام تقريبا أو أقل 90 عام. هنا السؤال اللي يحضرني، يعني عندما أشاهد هذا البانوراما من الأحداث خلال قرن كامل، ألاحظ أن هنالك خاصة سنة 47 بعد الحرب العالمية الثانية كانت هنالك نوع من يعني حساء من الشعوب، من الأقوام، من التداخلات، من المذاهب الدينية والقومية وما إلى ذلك في المنطقة، يعني يمتد من إيران إلى المغرب وفوق، وأيضا بعد سقوط الدولة العثمانية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية. نلاحظ أن هنالك نوع من الإرهاصات، محاولات للانخراط في العصر، محاولات لبناء دول، وكان هو هذا النموذج المعمول به، أنه العالم الآن تقوده دول كبرى، هذه الدول الكبرى تريد تنشئ دول لكي تتعامل معها، لأنه لا تستطيع التعامل مع أفراد. هذه الدول الكبرى حتى لو كانت مستعمرة تستعمر هذه البلدان أو تحتلها أو تفرض نفوذها عليها، فبالتالي تحتاج إلى دول. أنا في تصوري الذي حدث سنة 47 هو محاولة لبناء دول مستقلة. الدول السابقة عليها دول كانت برعاية مباشرة من دول الاستعمار أو تحت الوصاية الدولية أو عصبة الأمم، أسماء مختلفة، لكن بعد ذلك بدأت الحاجة لظهور دول مستقلة لهذه الشعوب. تم فرض حدود وما إلى ذلك، تم تقسيم منطقة الشام بأكملها إلى 4 دول، وأخرا بدأت أطلع على يعني خلال شهر حاولت أنه يعني أتابع تاريخ الأحداث في الشام خاصة، لأن كنت أنا بالعراق ومشغول بقضية العراق، لأن ما شاء الله احنا 40 سنة حروب، فكنت من بعيد أشوف قضية فلسطين ما أفهم شو الموضوع. الآن بديت أحاول أفهم يعني، لأن ما عندنا وقت نتفرغ القضية المشاكل الأخرى. على كل حال بس أنتم مصر خبراء مشاركين طول الوقت بالموضوع. على كل حال اللي صار سنة 47 كما يبدو أنه هنالك دول ناشئة أو مجموعة من الدول البدائية، والعالم كان يطالب هؤلاء الناس بأن يشكلون دول. الذي حدث حسب تصوري أن مصر أسست دولة جديدة، العراق أسس دولة جديدة بعد 58، وهكذا سوريا وانقلابات مستمرة. كان هنالك مخاض كبير وحاد وفيه انقلابات، فيه حروب، فيه مشاكل، فيه اصطدامات. تشكلت بعد ذلك مجموعة من الدول، هذه الدول كلها انهارت أو أصبحت يعني مشاريع دول فاشلة. الدولة الوحيدة التي نجحت كما يبدو هي هاي الميليشيا الصهيونية، أسست الدولة. هذا التساؤل يعني الآن أنت عندما تيجي تراقب الموضوع، الآن العراق هو عبارة عن ليس بدولة، دولة ترعى الميليشيا، أو هي دولة مقادة من قبل الميليشيات. سوريا أيضا مجزأة مشطرة، الآن لبنان دولة تقودها ميليشيا حزب الله، الآن في ليبيا، في هذه الدول هي مشاريع دول فاشلة. المفارقة أين؟ هنا القضية الخطيرة، أن هنالك جزء غريب ومزروع كما يقال ونشاز داخل المنطقة هو إسرائيل، وهذا كلام صحيح طبعا، يعني بغض النظر عن أي رأي كلام صحيح، لأنه كان هذا غريب، يعني جسم غريب في هذه المنطقة، وسواء تقبله أو ما تقبله هو هكذا، يعني مسألة تعايش يصير، إما تعايش معه أو ما تعايش معه. لكن اللي صار أنه الآن اتضح بأن الميليشيات هي الناجحة، يعني مفارقة، يعني بغض النظر عن رأي ورأيك بالميليشيات، اللي حزب الله الآن مهيمن مسيطر، الآن حشد الشعب في العراق مهيمن تماما، وسيتابع لإيران، لكن هو مهيمن. الحوثي الآن رغم كل القوى هو أقوى من أي دولة كانت، وتلاحظ أنه هؤلاء حتى داعش بالمناسبة، داعش تلكت يعني احتلت نصف العراق، ثلث العراق وتقريبا نصف سوريا لولا تدخل القوى الكبرى. تلاحظ أنه مشروع الميليشيات هو ناجح. ماذا يوحي لك هذا الكلام؟ أنا أعتقد أنه في فعلا مشكلة كبيرة، أنه الانتقال من الإمبراطورية، نظام الإمبراطورية إلى نظام الدولة القومية موضوع مش سهل. نعم. والمنطقة دي كانت في ظل الدولة العثمانية كانت بتحتمل عديد من الأقوام والجماعات، لأن الإمبراطورية مش قايمة على وحدة الشعب أصلا،
فبالتالي ما فيش مشكله خالص مثلا ان يبقى في مثلا ولايه بغداد، ولايه الموصل، ولايه مش عارف دمشق، ولايه صيدا اللي هي عاصمتها عكا، وهكذا. دي بقى كلها اجزاء من الدوله العثمانيه. لما تم تقسيم، لما انتهت الدوله العثمانيه، بقى في مشكله انه كيف يتم اقامه دوله قوميه. في اهتزاز كبير جدا حصل في هذا الموضوع. يمكن مصر والمغرب وتونس حالات خاصه، ولكن منطقه المشرق العربي بصفه عامه كان في مشكله كبيره في اقامه الدوله. كان في عدد كبير من الطوائف، وكان في تنازع ما بين حاجتين. في ناس شايفين انه الدول العربيه دي اصغر مما ينبغي، ويجب ان احنا نعمل الوحده العربيه الشامله، يعني تحل محل تبقى امبراطوريه عربيه مكان الامبراطوريه العثمانيه، ولكن مش بالمنطق الامبراطوري، بمنطق ان في شعب عربي واحد له جذور تاريخيه مشتركه وثقافه مشتركه وكل الكلام بتاع القوميه العربيه ده، وبالتالي فيجب ان هم يكون ليهم يعني دوله واحده. دي الفكره بتاعت القوميه العربيه. وكان في من ناحيه ثانيه نزوع انفصالي او الحصول على حكم ذاتي من اقليات كثيره موجوده في هذه المنطقه، وتخشى من الدول التي اقيمت حديثا، وتخشى بشكل اكبر من فكره القوميه العربيه اللي هتخليها تذوب اكثر واكثر في كيان واسع. يعني ايه مصلحه مثلا شيعه العراق في اقامه دوله عربيه واحده؟ هتبقى معظمها سنيه، وهم هيبقوا ممكن يتعرضوا للاضطهاد، او مثلا موارنه في لبنان او. فبالتالي يعني في فكره انه ماشي، يعني كلنا شعوب عربيه ماشي، بس فكره القوميه العربيه دي مساله اشكاليه، وحتى في مشاكل في ازاي ان هي ان هم يبقى اليوم وجود قوي يعني في السلطه جوه حتى الدوله القطريه زي ما بيسموها حسب ادبيات القوميه العربيه، زي العراق او سوريا او لبنان او غيرها. لبنان هي اللي كانت قايمه على المحاصصه الطائفيه، لكن الباقي كان فيه مشاكل كبيره. فهنا فعلا في مشكله لاي حد عمل تكوين قومي سوري. كان في محاولات جاده فعلا، وانا متفق معاك انه فعلا كان في محاولات جاده لتحويل هذه الدول التي اقيمت الى دول حقيقيه، دول قوميه، في الفتره اللي هي بعد الحرب العالميه الثانيه، ولكن يبدو ان هزيمه 67 ومشاكل داخليه ما بين الطوائف وغيرها ادت في النهايه الى يعني انفجار، واحيانا الانفجار ده ساعدت عليه قوى خارجيه، ولكن في النهايه كان يعني كان في فعلا المحاوله دي اتعملت. فيبدو انه ما اتسعش الوقت لاقامه تكوين قومي. يعني التكوين القومي بياخد وقت، يعني حتى مثلا فرنسا لما قامت الثوره الفرنسيه وبقى في فكره الشعب الفرنسي والذي يحكم، كان في اختلافات كثيره جدا ما بين مناطق فرنسا وبعضها البعض. يعني كان في اختلافات في اللغه، اختلافات في الموازين والمكاييل، اختلافات في الثقافه، في حاجات كتير جدا. يعني اللغه اللي احنا مسمينها اللغه الفرنسيه الحاليه اللي احنا بنتعلمها في المدرسه دي او الفرنسيين بيتعلموها، دي لغه اهل باريس، ولكن هي تم تعميمها من خلال الدوله المركزيه استقرت لفتره طويله، ولان كل الناس دول كان ليهم مصلحه في بقاء الدوله الفرنسيه، ما كانش عندهم انشقاق وتكوين دول كتير. انما في مناطق بتبقى ما فيهاش التجانس ده، وطبعا بالذات بقى لما يكون في ميل عروبي قوي او ميل اسلامي قوي، ده يثير مشاكل كثيره بالنسبه للاقليات، او حتى بالنسبه للاغلبيه لم تحصل على حقها في في السلطه، في المشاركه على قدم المساواه في السلطه، زي الشيعة العراق مثلا اللي هم كانوا اكثر من السنه، ولكن الدوله كانت في سواء في عهد فيصل وابنائه او عبد الكريم قاسم ومن بعده لحد صدام حسين، كان لحد ما بيهيمن عليها السنه. ففي مشكله كانت يعني موجوده، انه الى بالاضافه الى انه يبدو انه مساله استقرار العشائر وتحولها لمواطنين عاديين اخذت وقت طويل. طبعا فالانقسامات ما بين الداخليه اللي ما بين مكونات كل شعب عربي او دوله عربيه على كده مشكله يعني لم يتم حلها حتى الان. اما اسرائيل فليه كانت متماسكه اكتر بذلك الميليشيا التي اقامت دوله ناجحه؟ لان احنا عندنا تنظيم اقام شعب، دي حاله استثنائيه في التاريخ. يعني احنا عندنا تنظيم تشكل في اوروبا ثم هاجر، يعني او هاجرت عناصر منه الى فلسطين، واتعمل طريقه تعبويه لاستدعاء اكبر عدد ممكن من اليهود الى هناك، وطبعا المساله كانت فاشله ومتعثره جدا في البدايه، ولكن لما جه عدد كافي بسبب الاستاذ هتلر اللي هو قدم اكبر خدمه للصهيونيه ممكن اي حد يقدمها،
انه تدفق عدد كبير جدا بعد صعود هتلر للسلطه، وابتدى يبقى في كتله سكانيه تقدر تظهر. الكتله دي كتله اوروبيه فهي اكثر تقدما، ثم ان هي متماسكه جدا لان هي في تنظيم جبهه، يعني هي مش هينشا منها تنظيم دوله، ده هو التنظيم اللي انشا الشعب. فطبعا كانت اقوى بكتير من القوى المحيطه. انشا لغه، خلق لغه جديده اصلا. يعني بس احياء اللغه العبريه كان ابتدى في اوروبا بالذات من يهود شرق اوروبا، يعني دي حاجه صادقه حتى على اقامه المنظمه الصهيونيه العالميه. يعني لاحظ انهم هذا التنظيم اللي هو مجرد فكره نجحوا في تشكيل دوله، يعني بغض النظر عن انه تقول تسميه كيان دوله بالمعنى الحقيقي للكلمه، يعني في احتكار للعنف، ما فيش ميليشيات، يعني في ولاء للدوله، يعني في درجه عاليه من التجانس. طبعا الضغط العربي ساعد على ذلك. الذهاب بالمقارنة عندما تأتي تشاهد أنه هنالك مشاريع دولة بدأت سوية، مشروع الدولة الإسرائيلية نجح تحول من ميليشيا أصبح دولة، هنالك مشاريع عربية تحولت إلى دولة، والدولة طبعا أنتجت مؤسسات، وهي الدولة هي بالتأكيد هي مؤسسة اجتماعية، يعني جزء من مؤسسات المجتمع، وكثير من الناس اللي ما يفطنون لهذه الحقيقة. كان معناها أن نريد أن ننشئ دولة اولا وبعد ذلك ننشئ مجتمع وليس العكس. لاحظ هذه القضيه الذي هو بس الدولة عموما بتلعب دور في تحقيق التجانس الاجتماعي عن طريق التعليم العام والتمهيد العام وكده، يعني اي مثلا هو في ما بيبقاش قوميه قامت بالكامل وبعدين تنشئ لها دولة. لا مساله متداخله، هي متداخل يعني فيدباك يصير. لكن القصد ان مجموعه من الاصابات بحسب التسميه العربيه وهم في 47 الاسرائيليين او اليهود وانت سميتها ميليشيا، وطبعا هو مع انا لا اعرف هل هي ميليشيا، معنى كلمه ميليشيا في ذلك الزمان مشابه لمعنى ميليشيا الان، هذا ايضا مفهوم. ما كانش عندهم سلاح يعني لحد ما جابوا من الشيخ. الفكره انه ما كانوا عندهم سلاح اللي هو العادي ده، يعني واحنا موضوعنا ان علاقه الميليشيات والدوله. عندما نيجي نشوف انه صعود الميليشيات او صعود الدول، الميليشيا من 47 الإسرائيلية تحولت إلى دولة، ودولة ما زالت متماسكة لحد هاي اللحظة، بل دولة ناجحة. بغض النظر ما كانش ميليشيا بس، ده هم كان عندهم مسارح ونوادي وجامعة ومعهد تكنولوجي، يعني كانوا دولة داخل الدولة أوريدي. الآن أنا أعتقد السلاح بس، يعني طبعا أعتقد الآن هم في طور نوع من التفكك والانقسام بسبب المد اليميني الديني أو المتطرف، لكن هذا موضوع مختلف. القصد الان على الارض، على ارض الواقع هنالك دوله حقيقيه موجوده في المنطقه، بينما هنالك دول تتداعى وميليشيات تتصاعد. لاحظ الفرق، وهاي الميليشيات الان اصبحت مخيفه لهذه الدوله الناجحه اكثر من الدول، بدليل كما قلت انهم 47 هزموا 6 أو 5 دول وهم مجموع كنا نسميهم عصابات. هذا مساله معيبه، يعني انت الان يجب ان نواجه انفسنا في رايي، ونعرف الفرق بين الميليشيا والدولة، ونعرف أننا شعوب غير قادرة حتى هذه اللحظة على بناء دولة أو دول أو بناء مجتمعات حقيقية تتقبل تداخلاتها، تتقبل صراعاتها، تتقبل اختلافاتها، تتقبل وجود مراكز قوى مختلفة أو مصادر تأثير مختلفة. لحد الآن فاشلين في هذه المسألة، نجحنا في قضية واحدة فقط في تشكيل ميليشيات، بل أصبحنا الآن أنا أفكر أول ما صارت سنة يوم 7 أكتوبر أفكر هل أتحدث أم لا أتحدث، سيحتاج علي كثيرين حتى من أبنائي، يعني أتحدث معه لا يفهم شنو ما هو الموضوع، لا تستطيع أن تتحدث معه، لا تستطيع أن تقول له أن هنالك ميليشيا وهنالك دولة. هذه الميليشيا هل تستطيع بناء دولة؟ هو نفس السؤال. ميليشيا الإسرائيلية الصهيونية تحديدا أنشأت دولة. الميليشيا الصهيونيه الولائيه الايرانيه، الفكره الولائيه هي فكره صهيونيه في نفس الوقت، يعني الصهيوني يعني هو انت علشان تنشئ دوله لازم يبقى عندك وعي وطني. هو بالنسبه لحماس والميليشيات الدينيه ان هي ما عندهاش وعي وطني، يعني هل نصر الله يقدر يدعي ان هو يعبر عن جميع اطياف الشعب اللبناني؟ لا، هو ممكن يقول انا مثلا بحرر اراضي لبنان او حررت اراضي لبنان، لكن هل هو فعلا لا هو بياخد حصه، يعني هو قوي فانا لازم حلفائي يسيطروا على الدوله اللبنانيه. هذا يعني مش 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 منغرس في كل قطاعات الشعب اللبناني وهكذا. فالحوثي هو برضو قبائل معاه وقبائل ضده، هذا يعني شيء خطير جدا بالمناسبه. فما فيش فكره اللي هي التعبير عن الشعب اليمني،
وشكاوي بيقول لك الموت لاسرائيل والموت لامريكا. اذا يعني هو موضوع يعني موضوع له علاقه بحلم الامبراطوريه الاسلاميه العالميه. اذا هذا هو فكر قطبي اللي هو فكر ان نحن وهم الحق، نحن الحق بضمانه الهيه، مش لاننا نعبر عن الشعب او اننا نقول مستقبل العالم الاخر لا يستحق هذا الشعب احنا عايزين نعمله. اي في فكره هلاميه في الراس يعني عالم خاص بهم، لكن هذا عالم علوي عالم اي عالم ذهني. القصد هذا كلامك يؤكد انه المشكله الان نحن في حاله تراجع ونكوص خطير، لاننا فشلنا في مشروع بناء دول حقيقيه متماسكه وحديثه. يعني حتى الان ادخل في مساله الراي والراي انه انا انتقص من دولنا الموجوده فعلا، لا، الان دولنا الموجوده هي دول غير حديثه بالمعنى الاصطلاحي، لكن هذا يعني فشلنا في بناء هذه الدول، فشلنا ايضا في ان ننتصر في معركه واحده بين جيشين. يعني تخيل نسميها اصابات ولا نخجل من انفسنا ونقول هذه الاصابات هزمتنا سنه 47 وسنه 67 وهي مجموعه دوله صغيره حتى مساحتها صغيره جدا وهزمتنا جميعا خلال 6 ايام، وبعد ذلك الهزائم بدات تترى الميليشيات وحدها. انا عايز بس ابدي بعض الاعتراضات. لا بس اوصل الفكره، اكمل الفكره. انا اقول انه تراجع الفشل فشل انشاء دول ادى الى ظهور ميليشيات. ظهور هذه الميليشيات هو علامه على النكوص، علامه على التحلل، علامه على التشظي، على المزيد من التشظي ايضا، وهذا يؤدي بنا بالنهايه الى علامه على انها علامه على الانهيار وعلى الانحطاط وعلى اننا نسير في طريق نحو الهاوي. هذا اللي قصده الان فريحين هم بانه حماس سوت عمليه وحزب الله الان كلهم في مأزق كبير وخطير جدا في رأي ايران، في مأزق خطير جدا. حزب الله هم يواجهون الان مشكله هذا الانحدار الذي قادوا به الناس حاليا الى هذا المستوى. انا ما يهمني اسرائيل الان، البعض انه الكل معبئين وموجهين ويريد يقول لك لا كل احنا بالملايين وخلف لا صوت يعلو على صوت المعركه. لا انا ما يخصني، يعني انا لا لي علاقه باسرائيل ولا انا لي علاقه بواقعنا العربي. انا انسان عربي واريد انظر الى حال العرب وانتقد العرب، هاي مهمتي. انا ما اريد انا لست جنديا في معركه على الجبهه مع اسرائيل وامريكا والغرب طز بهم كلهم. أنا بالنسبة لي أنتقد حالنا وواقعنا وأشوف أن نحن الآن نسير في طريق الهاوي. هذا اللي قصده. يعني الآن صحيح الميليشيات كما قلت لك أنه صعدت والآن هي البارزة على الساحة وهي التي اتضح بأنها قادرة على مواجهة إسرائيل، لكن إزعاجها فقط وليس على مستوى أكبر. هذا اللي قصده الآن نحن في طريق الهاوي. هذا اللي أقول يعني. تفضل. أنا بس عايز أقول أن إحنا عندنا فعلا دول حديثة مش دول قديمة. إحنا ما عندناش شعب فاتح بيحكم شعوب اخرى، احنا عندنا دوله بالحديثه متعثره وحشه بتاع اي حاجه عليها تحفظات، ولكن هي دول حديثه لانه ببساطه عندهم وزاره الصحه وعندهم وزاره التعليم وعندهم وزاره الاسكان وعندهم وزاره مواصلات والى اخره. ما فيش دوله لدوله العصور الوسطى، ما فيش الكلام ده. فكره ان يعني الدوله العراقيه مثلا ممكن تكون الحاليه مثلا بيشوبها قدر رهيب من الفساد، ولكن هي في النهايه بتقوم بالوظائف او بتدعي انها بتقوم بالوظائف دي من خلال مؤسسات موجوده بالفعل. فالفكره انه احنا ما مش مشكله ان احنا ما عندنا دول العصور الوسطى، ما عندناش دول العصور الوسطى، هنجيبها منين؟ يعني الفكره بتاعت يعني لو انه الاسلاميين اقاموا الخلافه حتى مش هتبقى دوله العصور الوسطى، لانه يعني ازاي؟ ما هو مش هينفع. يعني فكره ان في مجموعه بتهمش الشعب خلاص دي هتبقى ضعيفه جدا. اللي هي زمان اللي هي دوله الجبايه بتاعت الامبراطوريات القديمه دي دول ضعيفه جدا وهشه ولا تصمد في اي مواجهه، لانه اذا كان الشعب هو اللي بيمشي اموره واحنا انت كل اللي بتعمله ان انت بتفرض عليه مثلا الشريعه وتفرض عليه جبايه معينه من المال، الشعب ده هيبقى معرض لمجاعات حسب الظروف والتغيرات المناخيه وبتاع، ومش هيحصل تطور انتاج بالشكل المعتبر ولا الكلام ده. فهو احنا في الاخر احنا اسرى الدوله الحديثه شئنا ام ابينا. وهي المشكله ان لما بتظهر النزاعات اللي هي الميليشياتيه واللي قايمه على اسس طائفيه هي ان هي يعني ملهاش افق في تقديري، لانه انت هتروح فين من فكره الدوله الحديثه؟ الفكره الدوله الحديثه دي مش فكره مطروحه على الترابيزه انا ممكن اؤمن بيها او ما اؤمنش بيها، انت مضطر
كل الناس مضطره انها تشتغل باليات الدوله الحديثه لان هي الدوله الناجحه واللي مش هيمشي بيها. طب ما الدوله العثمانيه ما هي كانت دوله على النمط القديم بتاع العصور الوسطى، هي نفسها دخلت في التعديل نفسها ليه؟ لانها اصبحت بتتزن، اصبحت وضعها زي زفت، فاضطرت ان هي تدخل اليات الدوله الحديثه اللي هي بعد كده اقيمت عليها جمهوريه تركيا فيما بعد، وحتى الدول العربيه بعد سقوط الدوله العثمانيه وهكذا. فكان في مؤسسات تعليم حديثه وفي صحف وفي الى اخره، ممكن يبقى في قمع، ممكن عادي الدوله الحديثه ممكن تكون دوله قمعيه ما فيش مشكله، الصين دوله قمعيه حديثه. بالنسبه للحرب 48 في الاخر هي دي ما كانتش دول بالظبط يعني، ودي كانت دول كانت لسه بتناضل من اجل استقلالها. مصر كانت عملت معاهده 36 مع بريطانيا وكان عندها جيش محدود جدا، وسوريا كان عندها جيش محدود وحدد منه اكتر قبل حرب 48 بسبب خوف الاعيان من ان تحصل عندهم انقلابات عسكريه زي ما حصلت في العراق، لان اول انقلاب عسكري كان في العراق، فالعراق برضو كان جيشه محدود وهكذا. فدي كلها كانت جيوش محدوده جدا لدرجه ان مجموع المجندين المحاربين الاسرائيليين بعد انشاء دوله اسرائيل كان اكبر من مجموع الجنود بتاع كل الدول العربيه يعني، حتى كعدد احنا ما نتكلمش بقى. طبعا الدول العربيه كانت مسلحه بشكل عام، مصر مثلا كان عندها شويه طيارات ودبابات ومدرعات ما كانتش موجوده في البدايه عند اسرائيل، ولكن جت بعضها بعد كده. فهم كان عندهم مجندين اكتر لان هم زي ما قلنا هم عباره عن تنظيم انشاء دوله. لكن الدول العربيه كانت هزمت في 48 لان هي ما كانتش بالظبط عندها جيش بمعنى المفهوم يعني، مش هو جيش مثلا كان موجود ايام عبد الناصر واتهزم في 67، ده كان جيش صغير يعني كان مش عارف 25,000 ولا ايه، ده كان الجيش المصري. اقوى جيش كان الجيش الاردني كان من 8,000 بس كانوا مدربين جيدا، فما كانش كانتش بسبب يعني سوء تكوين الدوله بقدر ما ان هي الدول دي ما كانتش اتسعت استقلالها بالكامل اصلا يعني، كانت حصلت على قدر من الاستقلال، ولكن كان في لسه قواعد عسكريه. وكانت مثلا معروف ان في العراق مثلا رغم ان العراق كان حصل على استقلاله سنه 32، وسيبك من مساله موضوع رشيد علي الكيلاني، لكن كان اصلا تسليح الجيش العراقي كان حسب الاتفاقيه تدريبه وتسليحه مرهون ببريطانيا وهكذا. فيعني فكانت المساله ما كانتش يعني، وسوريا كانت دوله مستقله سنه 46 قبل الحرب بسنتين، فاستقلال كامل. بس كان الاسرائيليين ايضا يسمون حرب 47 و48 حرب التحرير من الانجليز، تخيل. لا ده مش 48، ده اللي هو الحرب اللي هي بعد حرب اللي هي حرب التحرير من الانجليز دي، لان الانجليز كانوا مشوا سنه 48، انما حرب التحرير بيقولوها على الفتره اللي هي بعد الحرب العالميه الثانيه، لان انجلترا كانت تمسكت بوعدها او بالورقه البيضاء اللي كانت اصدرتها سنه 39 بالحد من هجره اليهود، في حين ان كان وصمدت حتى للضغوط الامريكيه بالسماح فورا ل 100,000 يهودي بدخول فلسطين. فنتيجة كده قررت يعني من أيام الحرب العالمية الثانية ابتدوا يستعدوا لمواجهة الإنجليز، ومن هنا ابتدت بقى حرب العصابات ضد الإنجليز اللي وصل أقصاها في تفجير فندق الملك داود اللي كان فيه القيادة العسكرية البريطانية. فدي اللي بيسموها حرب التحرير، حرب يعني تحرير أرضهم حسب ما بيدعوا أرضهم يعني من الاحتلال البريطاني اللي هو دخلهم أصلا. هاي مفارقه. والان يقول لك الان ما دام هم محتلين للارض فهم لا حق لهم بالدفاع، هو نوع من اجازه او لانه يبدو انا بديت اشعر بان هنالك كما قلنا ان هنالك مازق اخلاقي بانه انت كيف تهجم على مستوطنات، وهاي تسميه امير تحتاج الى 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 تفصيل، لكن كمفهوم هجموا على مستوطنات وبداوا يتجولون بين البيوت ويدخلون ويقتلون اطفال والنساء وكل ما هو موجود في تلك الاماكن. الان هذا المأزق الاخلاقي حماس بتعمل كده ليه؟ لان حماس هي مش معترفه باي وجود لاسرائيل اساسا يعني، مثلا عكس مثلا نظام تحرير فلسطين والدول العربيه اللي بتطالب باقامه دوله فلسطينيه على حدود 4 يونيو 67 يعني ضفه وغزه، فبالتالي المفروض ان انت تطلب رفع الحصار عن غزه واقامه دوله في غزه والضفه. لكن لان حماس مش رغم ان هي حماس قالت ان هي تقبل حل زي كده كحل مؤقت كهدنه يعني، عايزه تاخد دوله فلسطينيه في ضفه وغزه وتبقى هدنه مش حل نهائي، لان الحل النهائي هو التخلص من دوله اسرائيل بالكامل. لا بس هاي العمليه بالنسبه لهم المستوطنين اللي في الاماكن اللي هي مش في ضفه وغزه هم برضو محتلين، اذا قتلهم هم اطفال. ده مش ممكن يبقى موظف نظام تحرير فلسطينيه، لان نظام تحرير فلسطينيه عايزه دوله في الضفه وغزه فقط، وبالتالي مش شايفه ان في مشكله في الاستيطان في الجزء اللي حوالين غزه. اذا هو هذا يجيز لهم ان يقتلون اطفال ونساء ده لانه هم لانه يعني هم
عندهم يعني ما هو عندهم مبررات يعني، المبررات يعني اذا كان داعش عملت ما هو افظع، وفي طبعا. ناس يفترض ان هم مسلمين كمان. وانا كنت ناوي اتحدث عن هذا الموضوع، لان يبدو هي قضيه مو قضيه انهم فقط يهود، انه ما دام هو مختلف عني فهذا ممكن يتكرر مع اي جماعه تقف او تعترض على حماس وعلى داعش وعلى حزب الله وعلى حشد الله او الحشد الشعبي. ونفس العمليه هم اصلا ساعدوا عمليات ارهابيه ضد مصر بعد خلع مرسي، وهم ساعدوا وهم ضربوا تنظيم الجهاد لما تمرد عليهم جوه غزه، وده كان المسجد بتاعه. فيعني هم مش يعني هم اذا انت هاي الناس مشكله في الموضوع ده. إذن أنت عندما تتعاطف مع حماس، دعنا من إسرائيل، دعنا من قوة جسم غريب، قوة صهيونية، وأنا أعتبر الآن اللي تقوم بإسرائيل سيء جدا، وتجري عملية قتل جماعي للناس، وهذا يجب إدانتها، ويجب يعني هذا لا يتناسب مع ما فعلته حماس. أنا أدين ما فعلته حماس بالجانب المدني وليس الجانب العسكري، هذا مسألة صراع بين فريقين، لكن الجانب اللي يجب إدانته، لأنه إذا إن لم تدينه فانت بالتالي انت توافق على ما تفعله اسرائيل بحقك يعني. صحيح، انا متفق معك. هذا المنطق إن, ان ان كل طرف عنده معايير مزدوجه. يعني اسرائيل بتقول الاتي، بتقول احنا بنهجر الفلسطينيين من شمال، الغزاويين من شمال غزه الى جنوبها. ما احنا هجرنا 300,000 اسرائيلي من محيط غزه ومن المنطقه الشماليه على اصلاح الاحسن ان حزب الله يقرر انه يضرب. فاحنا عندنا ناس مهجرين برضو، يعني وبعدين احنا قتلنا مدنيين علشان نوصل لحماس اللي مستخبيه تحت، لكن هم قتلوا مدنيين بدون مبرر وهكذا يعني. ففي الفكره ان كل واحد بيشوف الموضوع ان افعاله هو مبرره، لكن نعم. الافعال الثاني لا، فهو حماس مبرر ليه ان هي تعمل اللي عملته. يعني مفيش اي ادانه عربيه صدرت يعني، حتى ما صدرش بيان بتأييد حماس مع لومها مثلا على ما عملته ضد المدنيين، ما حصلش الكلام ده. فهي في مشكله انه الطرفين بيستخدموا يعني معايير مزدوجة. إسرائيل شايفة أن هي عملها مبرر لأن حماس عايزة تبيد المدنيين بتوعها وبتشكل خطر عليهم وطرينا نهجرهم، وهم اللي محتمين في وسط المدنيين الغزاويين. فإحنا هنعمل يعني نسيبهم عشان الغزاويين ما يتأذوش؟ طب وإحنا بتوعنا بيتأذوا، المدنيين بتوعنا كانوا بيتأذوا يعني. فكل واحد بيستخدم خطاب لتبرير أنه هو اللي بيعمله مبرر، ولكن اللي بيعمله الآخر ده مش مبرر. طبعاً في خلفية الموضوع كله إنه في احتلال، يعني أصلاً في مسألة إنه السيطرة على يعني إن إسرائيل لا هي عايزة حل الدولة الواحدة ولا الدولتين، وده في حد ذاته يعني من الطبيعي إنه يثير مشاكل كبيرة يعني، ويؤدي إلى أعمال ممكن تبقى متهورة كمان. هو أنا السؤال عندما تيجي تراقب إنه المسألة هي ليست مسألة صراع بين حماس وإسرائيل، علينا أن نتخيل بأن ما فعلته حماس هو مقارب فيه تشابهات كبيرة جدا مع ما فعله داعش وأيضا القاعدة، وهي نفس التكتيك، نفس الأساليب الوحشية، نفس الفكرة زرع الرعب عند الآخرين وإثارة المخاوف. يعني هم كانوا يتخيلون كما يبدو أنه إسرائيل ستخاف وأن هؤلاء سيهربون ويعودون من حيث أتوا. يعني هذا التصور كانوا متصورين زي، وكانوا متصورين ان الاسرى كتير او مش اسرى بقى اللي هم المخطوفين يعني، ان الرهائن دول ان هم هيكفوا يد اسرائيل عن الضرب لانه علشان حرصا على حياتهم لحسن ايه يموتوا في وسط الضرب. فيبدو ان الحسبه ما كانتش مظبوطه او ادراكهم لطبيعه الدوله الاسرائيليه ما كانش سليم يعني. لكن هو في النهايه بفكره الاستباحه دي جايه من فكره فسطاط الحق وفسطاط الباطل، اللي هي سواء هنلاقيها عند داعش عند حماس عند غيرها، اللي هي كل التيار الاسلامي ده بيتصرف بمنطق ويقول لك انه حتى لو انه في ناس المفروض ما نقتلهمش ماتوا يعني ربنا هيحاسبهم على نيته، فمش مشكله خالص حسب الفتوى بتاعت ابن تيميه يعني. فالفكره كلها ان هما في ان هو فسطاطين، ده فسطاط الحق فسطاط الباطل، ان في جماعه مؤمنه هي جماعه الحق، والباقي ده يبقى من حقنا نعمل فيه اللي هو عايزه لان هو ده باطل وكمان عدواني يعني، كمان هو يعني هو محتل وعدواني وبتاع، فبالتالي فاحنا يعني نعمل اللي احنا عايزينه بقى يعني. فما فيش مش فكره يعني غير صراع الدول يعني. صراع الدول لما دولتين يتحاربوا المفروض ان في قانون للتعامل مع الاسرى ومش عارف ايه وما الى ذلك، اللي هو له علاقه بان هما دولتين في الاخر
في الاخر واحده هتكسب واحده هتخسر، الاثنين هيستمروا. لا انا اعتقد الموضوع اعمق من هذا، اعتقد انه المشكله هي في شعوبنا العربيه وثقافتها، لانها لان عندما قضيه ليست اسرائيل ولا انما هاي قضيه متكرره وعامل ثابت، يعني اسلوب الى علاقه بمجتمعاتنا بالكامل، انه تستبيح كل شيء عندما تختلف معك. فيبدو حتى الدين تم انتاجه ليوفر هذه الحاجه لاباده الاخر وانتهاك كل القيم واختراق كل المبادئ الاخلاقيه وتجاوز كل الكودات الاخلاقيه. يبدو ان هذا السلوك طبيعي. انا لاحظت حتى عندما صارت عمليات ضد عندما عمليات تحرير العراق من داعش، ولاحظت يعني انا كنت متابع الموضوع، يعني عمليات القتل طبيعيه جدا من الطرفين بالمناسبه للسكان، اي شخص تشوفه قتله في طريقك عادي ما في اي مشكله، وانا شايف فيديوهات خاصه بهذا الموضوع لم تنشر طبعا. وبما يحصل الان من 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 قصف لغزه من جانب اسرائيلي هو مشابه بالضبط لما كان يحصل عندما حاصرت الميليشيات السنيه والشيعيه المسانده للحكومه العراقيه ومعها القوات الامريكيه المسانده، كان عمليات القصف اشد بكثير مما يحصل في غزه الان. كان هنالك صمت، لماذا؟ ما هي قضيه بس بينما بالعنف ده، يعني هل مثلا اللي هو العاصمه بتاعتهم يعني عاصمه داعش دي دكت كده يعني راحت نص مبانيها مثلا؟ لا موصل دمروها، قصف نفس الطريقه نفس الشيء، حتى في الرقه وحلب ايضا صارت نفس العمليه. والان غزه الان حتى القائد عمليات المستشار الرئيسي لما يجري في غزه هو نفسه اللي قائد عمليات الفلوجه. الفلوجه نفسه هو فلوجه. كيف حدثت هنا مساله اخلاقيه؟ هؤلاء الناس هؤلاء القوم خاصة الأمريكان والغربيين عموما مستعد أن يضحي في كل شيء عندما تخترق مسألة بعض القضايا حساسة عندهم جدا. هو شو اللي صار؟ الفلوجة خسروا مئات الجنود بحدود 1000 شخص 1000 جندي لقضية أنه كان هنالك مجموعة من المقاولين الأعمار الطريق بين الفلوجة وبغداد، أجوا مجموعة من يسمون كان أيضا مقاومة، لاحظ نفس الكلمة، هاي كلمة مقاومة، مقاومة إسلامية نفس الشيء، ايضا حماسيين، يعني احنا شعوب حماسيه وليس شعوب قائمه على العصبيه. انا اعتقد لازم نجدد المصطلحات المفاهيم، يعني مفهوم العصبيه عند ابن خلدون اعتقد لازم نسوي الان مفهوم الحماسيه، هو لازم نعتمد على هذا، لان الشعوب حماسيه لا تفكر تتهور كما حصل مع حماس عندما دخلت المستوطنات، لم يفكروا بنتائج ما يفعلون، تجاوزوا موضوع التعرض على الجيش، نفس الشيء صار على طريق الفلوجه بغداد، امسكوا باثنين من المقاولين الامريكان وعلقوهم وحرقوهم وصوروا فيديو. هذه شعلة جابوا الامريكان، جابوا بحدود 100,000 خيرة الجنود الامريكان من دول الوحوش يعني، وحاصروا الفلوجة اللي كان على سكانها 250,000 نسمة ومدينة ضخمة جدا وحدة بها ما ادري يقال بها 1000 جامع، وصفوها بيت بيت، يعني صارت مسألة كرامة. اللي يحصل الآن في إسرائيل أنت أثرت العالم كله ضدك بهذه الطريقة الاعتباطية الوحشية، كأنك تقول تعالوا اقتلوا أولادي ونسائي وأطفالي وشعبي. هذا شيء مخزي، والمخزي أكثر أن تجد الآن أنه بحس التضامن وبفكرة أنه نحن الآن في حالة تعبئة ويجب أن لا ننتقد بعضنا، يجب أن ننتقد ما يحصل لأننا نكرر الأخطاء نفسها. انا عندما ورأسا عندما يعني هو ما ليه الاسرائيليين ما بيتابعوش القاعده دي ويكفوا عن التهدم نتنياهو عن نقد نتنياهو مثلا بالمقابل، يعني هم شو لاحظ انه النقد موجود عندهم ومتضامنين بالنتيجه. يعني هم هنا الفرق بين الحضاره والتخلف البدائيه برايي، انه هنالك سقف نحن نجتمع تحته جميعا، نختلف نتصارع، لكن هنالك سقف اسمه دولة، عندهم هم هناك اسمه دولة إسرائيل. أو في وهمات، يعني مثلا لما الضغط الأمريكي يزيد قبلوا هدنة 4 ساعات يعني لما الضغط الأمريكي زاد على إسرائيل قبلوا هدنة 4 ساعات، يعني مستعدين إن هم يعني عندهم المرونة اللي هي بتاعت الدولة. ما أنت مش هتخبط راسك في الحيط، ما الدولة مش بتمشي ورا المبادئ كده، يعني مبادئها أي كانت كويسة أو وحشة. يا الصين مش هتاخد تايوان دلوقتي لأن ما ينفعش، فمش هتقول لا تايوان بتاعتنا وجزء لا يتجزأ من الصين يبقى لازم ناخدها فورا واللي يحصل وان شاء الله الدنيا تولع، مفيش كلام ده. لا بالعكس، بيقول لك دلوقتي احنا عايزين نتفق مع الامريكان وعايزين نحسن العلاقات التجاريه والاقتصاديه والسياسيه.
هو هاي المعضله يعني. احنا على الشعوب ما زلنا اعتقد المشكله الان احنا المحور الاساسي هو الميليشياوي في 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 الذهن العربي او الثقافه العربيه والدولاتي او الدولوي شو اسميها يعني، او يعني احنا ما زلنا ما قبل الدوله. نحن الشعوب ما زلنا في رايي هو هذا سبب الخلاف، بانه الان حتى تشوف انه بعضهم لا دينيين وملحدين ومع هذا يتعاطف مع حماس. انت كيف تسمح لنفسك ان تجعل ميليشيا مثل حماس؟ هذا رايي يعني، ما افرض عليك بالمناسبه يعني. انا كيف اسمح لنفسي واعتبر نفسي تنويري وادعو الناس الى ان المجتمعنا انه يتطور وينظر للامور بطريقه اعمق واوضح وبشكل متوازن وعقلاني، واسمح لنفسي ان اقول انا حماس تقودني، تقودك الى اين؟ اوكي خلينا نفترض الان حماس انتصرت، انت اليساري واحد من اليساريين الكبار، انا اتابعك انت، يقول انا تقودني حماس، تقودك الى اين يا اخي؟ الى اين تقودك؟ يعني انت هل تفكر؟ اوكي انت الان تتضامن في حاله تعبئه، لكن هذه التركيه اللي راح تعلقك على المشانق هي نفسها، وتعلق اي واحد يقف في طريقها. فانت يعني انا ثم انه هل يعني حتى لو هو ما عندوش مشكله انه يدفع هذا الثمن الشخصي، بس هل فعلا الاساليب بتاعت حماس دي تقدر تحرر فلسطين زي ما بيقولوا او تقيم الدوله الفلسطينيه؟ اوكي خلينا نفترض حققت هدفه السواط، وبعدين مش هتقدر يعني الطرق دي لا تصلح، لانه هو مش معترف بقواعد المجتمع الدولي اصلا. اذا احنا راح نصل في حرب ابديه. مشروع الان هو السؤال للرئيس الان، ما هو الان احنا مشروع عندنا دول كانت هنالك مشاريع دول الان شبه فاشله، انت قلت هي ما زالت حديثه لانه لا تستطيع ان تكون غير حديثه، لكنها في المحتوى غير حديثه. في رايي ما زالت هي استمرار للسلطنات العثمانيه، ما زالت الدول العربيه التي تسمى دول حديثه، اوكي دول حديثه لا باس كتسميه، لان هي رغم انفها لازم تكون حديثه، لكنها في الحقيقه ما زالت هي استمرار للنمط العثماني في الحكم. ما زال اذا دققنا بهذا الموضوع سوينا مقارنات ممكن نشوف دقه هذا الكلام، لكن عندما تجي تشوف انه الان هاي الدول فشلت تصعد الميليشيات، هاي الميليشيات هو علامه انهيار. عندما يطلع لي الان اللاديني او بعض المتنورين ويقول انا تقودني حماس، اي تنوير هذا؟ انت يجب ان تكون صريح. انا برايي انه يجب ان نكون صادقين صراحة، نكف عن النفاق عن الدجل عن الكلام الغامض، نكون شجعان صادقين، نقول اسرائيل قمنا بعمل سيء تجاه اسرائيل، هو محتل ما محتل هذا موضوع اخر، سيء ليس لانه قمنا به ضد اسرائيل، لاننا قمنا بعمل سيء تجاه انفسنا تجاه قيمنا الاخلاقيه او مشروع انشاء او تكوين تاسيس قيم اخلاقيه نتعارف على اساسها بيننا جميعا او مع الاخرين. فعندما تجي انت الان تقوم بما تقوم به ضد اسرائيل او مستوطنات، وتدخل تجد شباب يرقصون على تقتل 300-350 واحد هكذا بهاي المجانيه، نفس العمليه سوت داعش، نفس العمليه سوى الحشد الشعبي وغيرهم. واي تنظيم بالمناسبه لا احدد اسماء، كل التنظيمات والميليشيا وحتى الاجهزه المرتبطه بالدول الدكتاتوريه خاصه كلهم قاموا بنفس الفعل ونفس الطريقه. يبدو هاي ثقافه عامه خاصه بنا كشعوب، يجب ان نكف عن هذه المساله لانها تقودنا الى الهاويه، وهي الان نحن الان في الهاويه. العالم باكمله توحد ضدنا، ولذلك ناتي ونتباكى لماذا العالم يقف ضدنا، نبدا نبحث عن اعراض، اين الديمقراطيه، اين حقوق الانسان، هل هذا هو التنوير؟ هؤلاء مدعون كذابون، انت شو دخلك انت بدوله؟ أنا برأيي أنه يجب أن نضع النقاط على الحروف، نقول نحن هذه مساوئنا. الموضوع ليس أنني أنا ضد الآخر، الموضوع ليس أنا أتضامن مع أهلي وناسي، وأنا بعتبر نفسي إنسان عربي ثقافة، أنا ما عندي غير ثقافة، هاي ثقافة العربية، يعني مو مسألة اختيار، هي أنا هكذا يعني، لا أنا ولا أنت، بغض النظر عن موقفنا من العروبة، العروبة شيء آخر والقومية شيء آخر، لكن إحنا ناس ثقافتنا عربية لا نستطيع أن نتغير. فبالتالي أنت لا تستطيع أن تجرد من عندي عروبتي ولا عربيتي ولا ثقافتي العربية، فبالتالي عندما أنا أنتقد وأقول أنا من حرصي عليك، من حرصي على واقعنا، وأقول لك يجب أن نرتقي لا أن ننحدر. ما يجري هو انحدار، عدم حتى الملحد الآن اللاديني الآن المتنور الذي تنوير وبعضهم يعني ما أذكر أسماء مهمة ومعروفة إعلاميا، الآن يقول أنا ما أنطلق لرأيي بموضوع غزة، هذا ليس وقت مناسب، هناك آلام وناس تسقط ضحايا، زين سوات يعني المسألة راح تطول بعد سنة، راح تظل أنت ما تطلق رأي، لا تقول أين الخطأ. الخطأ الرئيسي هو ما قامت حماس وداعش وغيرها وكلها سلالة واحدة
مترابطة، وهي نفسها من أيام الخوارج والقرامطة وأيام العباسيين، الدعوة العباسية بقيادة أبو مسلم الخراساني، ونفسها أحد من أيام الجمل، نفس الشيء، نفس الطريقة ونفس القتل المجاني، نفس ما فعله خالد بن الوليد، ونفس نفس الاحتفاء الذي قام به الناس يوم 11 سبتمبر، نفس من سقطت 3000 واحد. أنا كنت في بغداد، صعد التاكسي بيومها واحد سائق معايا، صعد السائق قال شفت اليوم شو صار في أمريكا؟ قلت شو صار؟ قال قتلوا 3000 واحد. قلت له إيه وشو يعني؟ قال حيل بيهم بالعراق يعني يطبهم مرض يعني نعل أبوهم. قلت له زين فرحان يعني، يعني الفرح يعني شعاع أشعة الفرح. قلت له يعني يعني قال إيه شو يعني أنت دول تتقف معاهم؟ قلت له لا لا وين الساعة 12 بالليل بالوحدة بالليل. قلت له لا 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 حسنا فعلتم، راح أشوف نتيجتها بعدين، خليك خليك هيك. وهذه يعني إحنا ناس فاقدين وعي، أبناء اللحظة يعني، إحنا مو أبناء. على كل حال يعني أفضت بالموضوع وطولت، وإذا عندك ملاحظات أو عندنا 5 دقائق نأخذ أسئلة الأصدقاء. ليس من الضرورة أن تكون إسرائيليا أو فلسطينيا لتدعمهم، ألمهم أن تكون إنسانيا. هي هاي يعني هي فكرة الواجب عند إيمانويل كانت، يعني يجب أن تكون معيار واضح أنه أنت الأخلاق تنبأ من داخلك، ليس بيدافع أنه تبحث عن عوائد لهذا الفعل الأخلاقي، إنما هو مفهوم الواجب، والآن هو تأسست على أساسه كل المؤسسات الدولية الحديثة. يعني هل الولاء للشعب أصبح هوية مستقلة في مقابل الولاء للدول؟ هذا سؤال حلو من ست عفاف. يعني بالتأكيد، لأنه وبل يجب الولاء للدول، يعني الناس اللي بتقول إن كل الدول العربية يجب أن تسير وراء حماس، يعني أو تروح تنقذ حماس أو تنقذ غزة، فهو هنا ولاء ميليشياوي، يعني الميليشيات من حقها أنها تحدد شروط الحرب والسلم، وغير مثلا الولاء لمجموعات مثلا زي الإخوان المسلمين، مش مهم أي يعني مش بس توظف مصر توظف أي دولة، المهم أنه هو الجماعة نفسها. المنطقة لا تتقبل إسرائيل لأنها ما زالت متأثرة بالمشروع القومي العربي اليوم. المصري يقول أنا عربي، وكذلك الفلسطيني والعراقي، فلهذا لا يتقبلون إسرائيل. هذا السؤال مهم، يعني أنا يعني هي دولة أرفضها أوكي، يعني ثم يعني لابد أن هناك نوع من الواقعية في التفكير. ما رأيك بيه؟ أنا رأيي إن في مشكلة في التعامل مع إسرائيل بصرف النظر عن المشروع القومي العربي خالص، يعني من غير أي مشروع. سنة 48 لما الدول العربية دخلت ما كانش في كلام عن مشروع قومي عربي، كان في جامعة الدول العربية، جامعة لتشاورية ما بين الدول، وكانت باقتراح من بريطانيا، فما كانش في يعني تحميل كل شيء للقومية العربية في تقدير مش سليم، يعني مش سليم تاريخيا. على كل هذا السؤال الأخير، Zionist will be homeless again. Yeah. Okay. وعد، نعتبر وعد. هم تبرعات بقى علشان يأكلوا ويشربوا كده. هذا حماس، حماس expressions. معلش السؤال لحضراتكم، ليه الولايات المتحدة تترك بجانب أكبر قاعدة حملة في قطر، قادة حماس يعني سايبة في قطر قادة حماس وأغلب الجماعات الإرهابية، لأنها محتاجة قطر بتلعب دور وسيط يعني، وحتى لعبت مش بس مع حماس، وكل زي ما تقول كل الجماعات الإرهابية بما فيها مثلا طالبان، يعني في الآخر قطر هي اللي راعت المفاوضات ما بين أمريكا وطالبان اللي أدت لإسحاب الولايات المتحدة بشروط معينة من أفغانستان، أو بتروح مثلا علشان قطر تتوسط في الإفراج عن رهائن أمريكان وهكذا. فقطر بتلعب الدور دون بسماحية أمريكية، مش معنى كده بالضرورة إنه في توافق على الموقف السياسي، بس هو يعني قطر ماسكة العصاية من النص وبتشتغل في الوساطة مع فكرة. آخر سؤال أو آخر سؤال شوف والله، مع حل الدولتين، حل الدولة الواحدة مجرد خرافة. الآن يوجد محللون حاليا يقولون أنه حتى حل الدولتين تم تجاوزه. ما هي هذه هي المشكلة، إذا لم يكن هناك لحل دولة ولا حل دولتين وتم تجاوزه، مش لأن الزمن مر ولا علشان خاطر إحنا نسينا، وإنما علشان خاطر تمت عملية استيطان على إيد اليمين الإسرائيلي شملت مناطق كتير، بحيث إن بقت عبارة عن شوية كانتونات، يعني الفلسطينيين عايشين في شوية كانتونات في الضفة، غزة طبعا هم سابوها خالص، ولكن الضفة مليانة مستوطنات وطرق، والحياة صعبة جدا بالنسبة للفلسطينيين غزة، وبالتالي فالمسألة يعني
هتفضل المشكله موجوده. والمشكله الحقيقيه هو ان في شعب فلسطيني فعلا، بل هو شعب بقى متماسك. انا مش بتكلم في شعوب عربيه، لا، في شعب فلسطيني بسبب وضعه الاستثنائي. يعني هو عامل زي اليهود بقى دلوقتي، بقى يعني الفلسطينيين بقوا زي اليهود في القرن ال19. بقى في يهود كتير جدا في الشتات موجودين في كل دول العالم، والمجموعه اللي موجوده تحت سيطره الاحتلال موجوده في فلسطين تحت سيطره الاحتلال. ويعني ففي شعور قوي فلسطيني برغم الافكار الاسلاميه بتاعت حماس. انا اخر شيء عاد اختم به ملاحظه ما قلتها حتى نختم بها، برايك هناك رفض لاسرائيل كجسم غريب في المنطقه، وانا اعتبر هذا الشيء صحيح. هل هو رفض حداثي ام ديني لدوافع مضاده، لان باعتبار ان شعوبنا ضد الحداثه او تقف بوجه الحداثه، او لان هناك جذور دينيه للموضوع؟ طبعا الجانب الديني لعب دور مهم، بس لانه الجانب الديني موجود اصلا. يعني حتى المقاومه الفلسطينيه للاستيطان الصهيوني في البدايه خالص قبل ما تنشا دوله اسرائيل كان له طابع ديني، لانه في الاخر الشعوب دي ما كانش لسه تشكل، ما كانش في وعي وطني فلسطيني. الوعي الوطني الفلسطيني تكون في المخيمات، لانه بقى الفلسطيني اللي قاعد في المخيم المفروض ان هو عربي، لكن الناس اللي جنب بره المخيم اللي هم عرب برضو بيعتبروا ان هو جسم خاص، يعني له وضع خاص وما ينفعش يشتغل وما ينفعش مش عارف ايه وفي حذر منه وهكذا. فطبعا بقى في وعي وطني فلسطيني، فوقتها ما كانش فيه. لكن هل الاعداء لاسرائيل فقط لسبب ديني؟ لا، حتى في الفتره اللي هي ما كانتش الافكار الدينيه بتلعب دور مهم زي الفتره بتاعت الحكومه العربيه كان في مشكله مع الموضوع. طبعا في يعني ناس منظرين جدد لطاف جدا بيعتبروا القوميه العربيه والاصوليه الاسلاميه حاجه واحده، بس يعني دول مش ربنا معاهم يعني. ربنا يشفيهم، ربنا يشفيهم. يلا شكرا جزيلا، وكان لقاء بي يعني شيخ تعرف الموضوع وسخن سخن قوي يعني وذو شؤون كما يقال. واشكر جميع المتابعين، واتمنى نتواصل في حلقات اخرى وقضايا ومصايب اخرى. مع السلامه. لا ربنا ما يجيب مصايب. مع السلامه.